لا أجر نبغي لا وسام لا صدى هي خطوة هي خبرة ورفاق صارت تطوى ووسيلة ولأجله عزم لنا دفاق. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا إنك بكل جميل كفيل وأنت حسبنا ونعم الوكيل. أهلا وسهلا بكم مع درس جديد من دروس سلسلة لكلي أون فرنسي اللي بيقدمها لكم أخوكم محمد ثاني. سلسلة في تعلم اللغة الفرنسية. كنا اتكلمنا المحاضرة اللي فاتت عن الضمائر المفعول، نتكلم برضو بسرعة كده عليها. قلت الأول قبل ما أدخل في ضمائر المفعول وأقولها برضو كل مرة، لازم أعرف أساسيات الجملة عندي. أساسيات الجملة عندي، قال لي كلمة جملة معناها فراس، يبقى هنا الفراس فرنسي اللي هي الجملة الفرنسية. بتتكون من كام حاجة؟ بتتكون عندي من ثلاث حاجات. أول حاجة اللي هو الفاعل، تاني حاجة اللي هو الفعل، ثالث حاجة اللي هو المفعول. وبسميهم باللغه الفرنسيه سوجي وفيرب وكومبليمون. اول حاجه عندي سوجي فيرب كومبليمون، ديت اجزاء الجمله الثلاثه اللي عندي، فاعل وفعل ومفعول. قلت الفاعل يعبر عن الشخص او الشيء اللي قام بالفعل، يبقى الفاعل ده هو اللي عمل الفعل، المفعول هو طبعا اللي هو وقع عليه الفعل. الكلام ده طبعا معروف. قلت ان الفاعل عندي السوجي بتاعي ده ممكن يكون حاجه من اثنين، ممكن يكون اسم وممكن يكون ضمير، ممكن يكون اسم عام وممكن يكون اسم خاص، ممكن يكون ضمير. ايه هي الضمائر اللي عندي؟ قلت عليها برضو، اتكلمت عنها. قلت عندي ضمائر نوعين، ضمائر مفرد وضمائر جمع. الضمائر المفرد عندي اللي هي جي تي اي ال اللي هي انا انت هو هي نو هو الى بك اس وال ابك اس نحن انتم هم هم. اتكلمنا عن الضمير اون ده، قلنا ان معناه المراه ونحن او الكل او الناس، وبياخد تصريف ايل وال، بياخد تصريف ايل وال. اتكلمنا تاني مرة عن تاني حاجة عن الفعل، وقلت إن الفعل ده من أهم أجزاء الجملة، من أهم أجزاء الجملة. اتكلمت وقلت إن هو بينقسم لثلاث مجموعات، مجموعة أولى ومجموعة تانية ومجموعة تالتة، وطبعا ده مش مجال حديثنا، إن شاء الله لو في أي مشكلة فيه نبقى نقدمها. تالت حاجة واللي تخصني في الشرح اللي هو المفعول، اللي هو الكومبليمون بتاعي. قلت الكومبليمون ده بينقسم عندي لقسمين، بينقسم عندي لقسمين، ديريكت اللي هو مباشر، وإندريكت. إندريكت اللي هو الغير مباشر. الكومبليمون ديريكت وإندريكت. الديريكت عندي اللي هو المباشر، اللي هو بيسبقه يأتي من غير حرف جر، ما بيسبقش المفعول عندي حرف جر. أمال الكومبليمون اللي هو إندريكت اللي بيجي معاه حرف جر. وخدنا أول حاجة من ضمائر المفعول اللي هي اللو والله والإلا أبوستروف واللي، اتكلمنا عنهم المرة اللي فاتت، وقلت إن دول مش أدوات معرفة. اللو والله والإلا والطرق واللي مش أدوات معرفة. أمال دي إيه؟ دي عندي بتبقى ضمائر فاعل تحل محل ضمائر المفعول، عفوا بتحل لي هنا محل ضمائر المفعول. قلت اللو تحل محل مفعول مباشر مذكر، والله تحل محل مفعول مباشر مفرد مؤنث. يبقى اللو تحل محل المفرد المذكر، والله تحل محل المفرد المؤنث. تمام. يبقى هنا تيلي لجورنال، ده كان مثال عندي. تيلي لجورنال، انت قرات الجورنال؟ قال لي وي جو لولي، نعم انا قراته. يبقى الفكره عندي ان انا بشيل المفعول عندي بتاع الجمله لبساطه الكلام، عايز ابسط الكلام. فبقول هنا تيلي لجورنال، انت قرات الجورنال؟ نعم انا قراته، ما بقولش نعم انا قرات الجورنال. يبقى الفكره عندي من ضمائر المفعول ان انا بقلل الجمله او بختصر في الكلام على قد ما اقدر، بس الجمله عندي تبقى صحيحه. قلت الله تحل محل مفعول مفرد مؤنث، تحل محل مفعول مفرد مؤنث. تمام. ازاي؟ بو كونتروي لا جري، قال لي وي نو لا كونتروزا. وبعد كده خدت الالا استروف وقلت تحل محل مفعول مباشر مفرد بنوعيه امام فعل مكتوب بحرف متحرك. يبقى هنا يشترط ان الالا استروف يكون مفعولها مفرد، بس الفعل بتاعي هو اللي بادئ بحرف متحرك، زي إليم سونفرير، هي تحب أخيها، نعم هي تحبه، إليم، نعم هي تحبه، إليم، يبقى أنا هنا هي تحبه،
الهاء اللي انا قلت عليها ديت اللي هي ضمير المفعول اللي عندي، وخدت بعد كده اللي قال لي تحل محل مفعول مباشر جمع بنوعين البيون سي تابلون واللي بيون، نعم هو رسمهم. تمام، امال هنا عندي انا قلت فوق اربعه اللي هم اللو والله والالا ابوستروف واللي، تحل محل مفعول مباشر. يشترط عندي ان المفعول بتاعي يكون مسبوق باداه معرفه او صفه اشاره او صفه ملكيه. يبقى الشرط بتاعي علشان احط اللو او الله او الالا ابوستروف او اللي ان المفعول المباشر بتاعي يكون مسبوق باداه معرفه او صفه اشاره او صفه ملكيه. تمام، امال لو بحاجه من غير دول، لو بايه مثلا؟ لو بتجزئه، بنكره، بصفه عدديه، بظرف كمان. اصبح دلوقتي عند الضمير اللي هيحل محل الحاجات دي كلها محل المفعول عندي اللي هو اسمه اون، الضمير بتاعي اسمه اون. تمام، تياع الاكزامبل بتاعي بيقول هنا تياع انجوم، انت معاك استيكه، تياع انجوم انت معاك ممحاء او معاك استيكه. قال لي وي جونيي ان، جونيي ان يعني انا لدي واحده. قلت بقرر ادوات النكره، بقرر الادوات النكره في حاله، بقرر ادوات النكره في او العدد او الظرف في حاله الاثبات، في حاله الاثبات. اما في حاله النفي طبعا ما بيتكررش، تكرر الحاجات دي اللي هي العدد او الكميه في حاله النكره وتحذف في حاله الجمع. دول اللي اتكلمنا عنهم، وخدنا المره اللي فاتت برضه في ضمائر المفعول بقى الغير مباشر، خدنا تاني جزئيه عندي اللي هي الغير مباشر اللي هو المفعول عندي بيجي معاه حرف جر. المفعول هنا كل اللي انا اتكلمت عنه ده بيجي لي من غير حرف جر. انا عندي المفعول هنا بيجي لي على طول من غير حرف جر، هنا بيكوب دو ده ظرف مفيش حرف جر عندي. تمام، طب نبص هنا، قال لي الوي والاير والاجراك واون. اون تاني؟ انا قلت اون، نرجع للمحاضرات اللي فاتت، انا قلت اون دي موجوده معايا في المباشر وموجوده معايا في المفعول الغير مباشر. تمام، نشوف الوي والاير واون واجراك. قال لي الوي تحل محل مفعول غير مباشر. يعني ايه غير مباشر؟ قلت يعني هيجي هنا بحرف جر، هيجي هنا مسبوق بحرف جر، مفرد بنوعيه، عاقل، يشترط عندي ان هو يكون عاقل او غير عاقل. اشترط عندي، ما يشترطش عندي ان هو يكون عاقل، عاقل او غير عاقل. يبقى هنا المفروض ان هو غير مباشر، غير مباشر، مفرد بنوعيه، مسبوق بحرف جر. وقلت الا ده ومشتقاته اتكلمنا عنها المره اللي فاتت برضه، جي بار لا مونامي. قال لي هنا جو جي لوي بار، نعم انا كلمته. إلي كوت أساتانت، هو كلم عمته. إلي كوت، هو سمعها. تمام برافو. لير قلت تحل محل مفعول غير مباشر عاقل، جمع بنوعيه، مسبوق بحرف الجر ده برضه قلنا اتكلمنا عليهم المرة اللي فاتت، اتكلمنا عليهم المرة اللي فاتت. تمام، الإجرك قلت تحل محل مفعول غير مباشر، غير عاقل، غير مباشر وغير عاقل، مسبوق بحرف جر غير دو. دو المفروض كانت تيجي هنا بس جت في الأول هنا. تمام، يبقى هنا تحل محل مفعول غير مباشر، غير عاقل، مسبوق بحرف جر غير دو. قلت بعد كده الاون تحل محل مفعول مباشر مسبوق بحرف جر اللي هو دو، تحل محل مفعول مباشر مسبوق بحرف جر اللي هو دو. ده اللي اتكلمنا عنه في المحاضرتين اللي فاتوا وموجودين لو حابين ترجعوا لهم. هندخل النهارده بقى على الدرس مهم جدا برضه من ضمائر المفعول اللي هي الضمائر المفعول دي اللي هي اللي عندي موا وتوا والوي وال نو بو ايو اكس وال ابيكاس. دي ضمائر اسمها ضمائر مفعول برضو، ضمائر مفعول غير مباشر. يبقى كل الضمائر دي اللي هم موا وتوا والوي وال ونو والبو والايو اكس والال ابيكاس، كل دي ضمائر. دي ضمائر بس ضمائر مفعول غير مباشر، غير مباشر. طب نشوف استخدامها كده مع بعض. قال لي الضمائر التاليه اللي هي اللي انا قلت عليها دي تحل محل مفعول مباشر غير مباشر. يبقى هنا ضمائر تحل محل مفعول غير مباشر عاقل مسبوق باي حرف غير طب لو كان مسبوق بحرف جر يبقى انا كنت، يبقى انا هرجع لايه؟ للوي ولير. لو مسبوق بحرف الجر كنت هرجع للوي ولير. تمام معايا؟ تمام، يبقى الضمائر دي تحل محل مفعول غير مباشر عاقل مسبوق باي حرف جر غير اما لو مسبوق بحرف جر كنت هاخد له اللي هي الوي او لي. تمام نشوف كده، قال لي هنا عندي شي افيك بور ديفون افان دو سان، كل دي حروف جر، كل دي حروف جر غير طب نشوف الاكزامبل اللي عندي كده، بيقول لي هنا
سستيلو اي بور تصير. سستيلو هذا القلم اي بور تصير لاختك. تمام، انا عايز اشيل كلمه بور تصير اللي هو عند المفعول ده. فين المفعول عندي في الجمله؟ اللي هو تصير. تمام، المفعول ده مباشر ولا غير مباشر؟ قال لي هلاقيه غير مباشر. ليه؟ لانه مسبوق بحرف جر اللي هو بور. قال لي هشيل تصير ده خالص، عايز اشيله من الجمله دي. تمام، يبقى انا هشيل بور معاه؟ لا. قال لي دي ضمائر، الحروف اللي هنا حروف جر ثابته، بسميها حروف جر ثابته. يعني ايه حروف جر ثابته؟ يعني حرف جر ثابت معايا، مش هيتشال معايا، هيفضل موجود معايا. طب نشوف كده. قال لما تيجي تجاوب بور ثابت، واحط بعده ايه؟ احط بعده المفعول اللي هو بيعود على هحط بعده ضمير بيعود على المفعول. هحط بعده ضمير، عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هحط بعده ضمير بيعود على المفعول، الضمير اللي بيعود على التصير، التصير اللي هي اختك. تمام، مذكر ولا مؤنث؟ قال لي هلاقيه مؤنث. مفرد ولا جمع؟ قال لي هلاقيه جمع، هلاقيه مفرد. يبقى انا هختار له ال. تمام، الاول كده نبص، موا اللي هو ضمير المتكلم، توا ضمير مخاطب، مخاطب، لوي ضمير غائب، غائب مذكر، ال غائب مؤنث، بس الاثنين دول او الاربعه دول كلهم بتوع ايه؟ بتوع المفرد. يبقى موا مفرد، توا مفرد، لوي مفرد، ال مفرد. قلت هنا متكلم، مخاطب، الاثنين دول غائب، بس واحد منهم مذكر والثاني مؤنث. النو نفس ده، نفس موا، بس هنا للجمع. يبقى هنا متكلم جمع، البو نفس ده بس هنا مخاطب جمع، لوي نفس ايو اكس بس هنا ده للجمع الغائب، وهنا قال افيك اس لجمع المؤنث الغائبه، جمع المؤنث الغائب. مفهومين دول؟ يبقى ضمائر اللي هي اللي انا اتكلمت عنها، الموا وتوا والوي وال ونو وبو ايو اكس وال افيك اس، كل الضمائر دي ضمائر مفعول تحل محل مفعول غير مباشر عاقل. غير مباشر يشترط عندي ان هو يكون عاقل. تصير ده عاقل ولا غير عاقل؟ قال لي هبص هلاقيه كلمه عاقله، اختك. يبقى انا هكل كلمه مؤنث مذكره ولا مفرده؟ عفوا، مذكر ولا مؤنث؟ قال لي هلاقيها مؤنث. جمع ولا مفرد؟ قال لي هلاقيها مفرد. يبقى انا هختار على طول الالف، هختار على طول الالف. يبقى هنا ما بشيلش حرف الجر، لكن لو رجعت تاني نبص كده برده، نبص برده نبقى حاضرين كده بذهننا على طول في الاثنين، في الجمله دي والجمله دي. تمام، هنا بقول لي جبار امونامي، امونامي. يبقى انا هنا كنت بشيل حرف الجر، كنت بشيل حرف الجر وبحط مكانه لوي، لان مونامي مذكر، كنت بحط لوي اللي هو بتاع المذكر اللي يعود عليه. تمام، يبقى هنا بشيل حرف الجر. امال هنا يبقى لو في حرف جر بشيله. امال هنا؟ قال لي لا، هيبقى بور زي ما هو، هيبقى عندي بور زي ما هو. يبقى وي سستيلو ايبورال، ايبورال يعني انه يكون لها، انه يكون لها. مفهومه الجمله دي؟ ندخل على الاكزامبل الثاني عندي، بيقول لي هنا تي فاجوي افيك علي اي موا، تي فا جوي انت سوف تلعب، افيك علي اي موا هتلعب معايا ومع علي، هتلعب معايا ومع علي. طب نركز ثاني في الجمله ده، يقول هنا تي فا جوي افيك علي اي موا. للتصحيح بس، هي افيك نو مش فو، للتصحيح افيك نو مش افيك فو، لان علي وموا لا 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 صح. تمام، هنا لان في اجابه، عفوا، لان هنا ده كان سؤال، هي هتتحول لاجابه. المفروض علي موا هنا هتبقى نو، فهتتحول للاجابه هتبقى بو. تمام تمام، لا ما تصححهاش، هي صحيحه. تمام، تي فا جوي افيك علي موا، انت هتلعب معايا ومع علي. فقال لي هنا وي جو بي جوي افيك بو، علي موا ايه الضمير اللي هيعود عليهم؟ علي موا ايه الضمير اللي هيعود عليهم؟ في ضماير المفعول او في ضماير الفاعل العادي، انا وعلي. حد يعرف يقول لي ايه الضمير اللي هيعود علينا احنا الاثنين؟ انا لسه قايله، ها الضمير اللي هيعود هيبقى نو. تمام، بس انا قلت في السؤال النو بتتحول لفو في الاجابه. تمام، يبقى ده ضمير المفعول اللي عندي، يبقى افيك بو يعني معكم، افيك بو يعني معكم، يعني نعم سوف العب معكم. يبقى هنا انت هتلعب معانا؟ قال له نعم انا هلعب معاكم. يبقى هنا علي اموا اتحولت لي لفو، علي اموا اتحولت لي الى فو في الاجابه، يبقى النو في السؤال تتحول الى بو في الاجابه. مفهومه دي؟ يبقى ده ضمير مفعول، ده ضمير مفعول عندي هنا غير مباشر عاقل، مسبوق باي حرف تاني غير قلت لو مسبوق بحرف الجر هيبقى عندي يا لوي يا لير. اي حرف غير هيبقى عندي حاجه من دول، بس يشترط ان هو يكون عندي عاقل، يشترط ان هو يكون عندي عاقل. امال لو غير عاقل كنت هختار له ايه؟ لو انا عندي هنا بور مثلا كذا، عندي كلمه هنا غير عاقل، حد يعرف كنت هختار له ايه؟ الناس اللي مذاكر تمام،
اجراك او اون. تمام، برافو، تمام. بس كنت هختار هنا في بور، لو في هنا غير عاقل كنت اخترت اجراك، لكن لو في دو بس كنت اخترت اون. تمام، ده للتصحيح. يبقى اي حرف غير دو بختار له اون، اي حرف جر تاني غير عاقل بختار له اجراك، بختار له الاجراك. تمام، الله ينور. يبقى انا فهمت الضمائر دي اللي هي المواو وتواو والوي وال ونو وبو ايو اكس وال ابيك اس. قلت الضمائر دي تحل محل مفعول غير مباشر عاقل مظبوط باي حرف جر غير اه. يبقى اي حرف جر غير اه عندي هحط له الضمير، بس هنا يشترط ان انا برضه ما احذفش الضمائر معايا، ما احذفش الضمائر، الضمائر هتبقى ثابته معايا. تمام، طب استخدامات الضمير دي ايه؟ الضمائر دي لها اكتر من استخدام. استخدامات الضمائر دي هنخرج بره شويه، بره ضمائر المفعول، وهنتكلم عن استخدامها شويه علشان لو شفتها برضه في اي مكان تاني ما اقولش عليها ضمائر مفعول، لا هي ممكن تصبح ضمائر تاني. قال لي تستخدم عند اضافه احد الضمائر لفاعل اخر. يعني ايه احد الضمائر؟ زي لسه بقول علي اموا، انا وعلي، يبقى هنا بقول ساره اموا، نو ساره اموا، زي ما انتوا قلتم نو ايمو لافيون، يبقى هنا ساره اتوا بتبقى بو. يبقى هنا اي اسم، اي اسم لو موا لوحده هيبقى جي، لو موا لوحده هيبقى جي، لو موا واي اسم تاني مضاف له هيبقى نو. يعني ساعات بيجيب لي في الامتحان كده ساره اموا ومش هيحط لي نو، ويجيب لي في الاختياري ايمو ايمي اي حاجه من دي، ايمي في المصدر اي فعل، فانا هختار ايمون لانها بتتصرف زي النو، يبقى ممكن ما يجيبهاليش. تمام، ساره اتوا تبقى بو، وتوا لوحدها تبقى تي، توا لوحدها تبقى تي. تمام، هنا بسميها برونوم تونيك، بسميها في الحاله دي برونوم تونيك، ضمائر توكيديه، ضمائر توكيديه، وتستخدم للتوكيد على فعل الجمله. زي برضه هنا دي برضه من استخدام تونيك، هنا برونوم تونيك وده برونوم تونيك، وموا هنا وتوا هنا برونوم تونيك برضه، بستخدمها للتاكيد على فاعل الجمله، وببدا بها الجمله عاده تكون في اول الجمله. معظم الضمائر دي بتكون في اول الجمله، امال لو ضمائر فاعل عندي هتبقى بعد حرف الجر وهتبقى ثابته بعد حرف الجر الثابت. الحروف الجر اللي معايا دي شي افيك بور ديفوند افوندو سان، كل دي حروف جر ثابته ما بتتغيرش. كده ان شاء الله نكون خلصنا ضمائر اللي موجوده عندي، ضمائر المفعول. كده ان شاء الله نكون خلصنا معايا ضمائر المفعول كلها. لو حابين ان انا اراجع عليها بسرعه تاني كده مع بعضنا نراجع عليها تاني. لو في اي مشاكل، حاجه مش واضحه، انا موجود تحت امركم. لو في اي حاجه في اللي فات مش واضحه، اي استفسار، اي سؤال، انا موجود تحت امركم. الان نراجع عليه تاني، نراجع على الان تاني. تمام، الان ده انا قلت ليه استخدامه. طب نكتب هنا كده، نحاول نكتب الان ده ليه استخدامه. اول استخدام عندي، اول استخدام عندي هنا بيكون يا مباشر، وتاني استخدام عندي بيكون لغير مباشر. يبقى هنا بيجي لي مع المفعولين الاثنين، بيجي لي مع المفعول المباشر مره، وبيجي لي مع المفعول الغير مباشر مره ثانيه. بيجي لي مع المباشر وبيجي لي مع غير المباشر. طب بيجي لي مع المباشر امتى؟ قال لي بيجي لي مع المباشر لو انا ما عنديش حرف جر، متفقين على كده. تمام، طب امتى هختاره مع المباشر؟ انا عندي المباشر قلت نوعين، المباشر لو عندي مصبوغ باداه معرفه، يا ريت لو بتكتبوا تكتبوا، المباشر عندي لو مصبوغ باداه معرفه صفة ملكية، صفة إشارة. صفة إشارة، صفة ملكية، أداة معرفة. أي حاجة من الثلاثة دول بتسبق المفعول، يبقى هنا والمفعول عندي مباشر، يبقى أنا هختار له يلو، يلا، يلا أبوستروف، يلي. حاجة من الأربعة دول. أمال لو مسبوق بأي حاجة غير الثلاثة اللي أنا قلت عليهم اللي هما إيه؟ صفة الإشارة، صفة الملكية، أداة معرفة. إيه غير كده هيبقى مسبوق بها الاسم من المحددات؟ ممكن قال لي أداة تجزئة، أداة تجزئة، أداة نكرة، أداة تجزئة، أداة نكرة، ظرف كمية أو ظرف عدد، ظرف كمية أو ظرف عدد. حاجة من الأربعة دول هختار هنا أون، هختار هنا أون. يبقى أون ده بيجي لي مع المفعول الغير مباشر، بيجي لي مع المفعول الغير مباشر. أنا قلت عندي لو مباشر وأون لازم يسبقه حاجة من اللي أنا قلت عليه، يا ظرف كمية، يا ظرف عدد، يا أداة تجزئة، يا أداة نكرة. طب نكتبهم هنا كده. اون هيجي لي هنا بايه؟ معاه تجزئه او نكره، عدد، ظرف. يبقى في الحاله دي، في الحاله دي اون هاخد اون. يبقى لو المفعول عندي مسبوق بتجزئه او بنكره او بعدد او بظرف هاخد اون. لو مسبوق عندي تجزئه، نكره، عدد، ظرف هاخد اون، واتكلمنا عنه. تمام، طب لو غير مباشر قال لي اون هيبقى هنا مسبوق، مسبوق بحرف الجر انه دو
فقط، هيبقى مسبوق عندي بحرف الجر دو فقط. وضحت كده؟ يبقى اون هنا هيبقى مسبوق عندي بحرف الجر، لو غير مباشر هيبقى معايا حرف الجر دو. يبقى اي مفعول مسبوق بحرف الجر دو وغير عاقل هاخد له ايه؟ يشترط عندي ان هو يكون غير عاقل برضه، هاخد له اون. لكن لو في هنا تجزئه نكره عدد ظرف، لو في نكره تجزئه عدد ظرف هاخد اون. وضحت كده؟ لو عاقل ومسبوق بدو على طول هاخد اي حاجه من اللي انا اتكلمت عنها لسه دلوقتي، يا موا يا توا يا لوي يا ال يا اي يو اكس يا ال افيك اس، اي حاجه من الضمائر اللي انا لسه واخدها حالا دلوقتي اللي هي دي، انا قلت باي حرف جر غير دو. يبقى هنا زي دي كده مثلا هاخد الضمائر دي اللي هي موا وتوا والوي وال والنو والفو، مش فاهم؟ دو هاخدها في اون لو غير عاقل، دو مع اون لو غير عاقل، لو عاقل هاخد موا وتوا لوي وال. السؤال دو زائد عاقل بتساوي ايه؟ على حسب العاقل، على حسب العاقل اللي عندي، العاقل زي ده يبقى هنا مش ثابت عندي. لو العاقل ده انا ممكن اشيل هنا كلمه بور واحط دو، واحط دو تنفع تصح دو تصير، يبقى هنا دو ال. تمام، يبقى هنا بحسب العاقل، العاقل ده هيبقى عندي مذكر ولا مؤنث ولا جمع، ولا جمع مذكر او جمع مؤنث. تمام، وضحت؟ يبقى بحسب العاقل. تمام كده، تمام، يبقى بحسب العاقل بختار، بحسب العاقل بختار، مفيش حاجه ثابته عندي، دول مش ثابتين عندي، دول مش ثابتين، دول بحسب العاقل اللي جاي. وضحت قوم كده ولا فيها مشاكل؟ تمام. نيجي لحاجه مهمه ثانيه جدا في ضمائر الشخصيه، نيجي لاهم حاجه في الضمائر الشخصيه، استخدامها بقى، هحطها فين؟ ايه مكانها؟ تمام، نركز بقى كويس ونكتب الكلام ده كويس. قال لي مكانها قبل الفعل في زمن المضارع المستقبل الماضي المستمر. بين قوسين كده ممكن اكتب هنا في الأزمنة البسيطة. فين؟ في الأزمنة البسيطة. يبقى أنا هنا هكتب كده بين قوسين في الأزمنة البسيطة. يبقى في الأزمنة البسيطة قبل الفعل في زمن المضارع والمستقبل والماضي المستمر، والأزمنة دي بسميها أزمنة بسيطة. يبقى قبل الفعل المصرف هتتحط لي قبل الفعل المصرف، هتتحط لي قبل الفعل المصرف، يبقى مكانها فين؟ قبل الفعل زي ما انا لسه واخدها. مكانها فين؟ قبل الفعل زي ما انا لسه واخدها. يبقى قال لي قبل الفعل في المضارع او المستقبل او الماضي المستمر. تمام، طب نشوف كده مثال عندي، جي ريجارد مونامي، جي ريجارد مونامي. تمام، انا لو انا حاولت احل الجمله دي فين المفعول اللي عندي؟ في الامتحان ان شاء الله اول حاجه احددها احدد المفعول اللي عندي، اشوفه مباشر ولا غير مباشر. قبل ما احل، قبل ما احل واشوف المثال خالص او اشوف الجمله المحلوله، المفروض عندي هبص على كلمه مونامي الاقيها عندي المفعول مسبوق بايه؟ مسبوق باداه نكره؟ لا. صفه اشاره؟ لا. ملكيه؟ اه ملكيه. انا قلت ان الملكيه يجي معاها حاجه من الاربعه، اللو او الا بالصرف او اللي، يبقى لو يا لا يا لي يا الا بالصرف. يبقى هتاخد اللو على طول لان مون مذكر وامي كلمه مذكره ومفردين الاثنين، هتاخد جولي ريجارد. لو الفعل عندي هنا بادئ بحرف متحرك كنت اخدت الا بالصرف، لو الفعل بادئ بحرف متحرك كنت اخدت الان بالصرف. يبقى مكانها فين؟ ادي في المضارع اهوت قبل الفعل المصرف، مكانها في المضارع قبل الفعل المصرف. تمام، طب نبص كده على زمن المستقبل، جي ريجاردي مونامي جي لو ريجاردي. يبقى اي فعل عندي في زمن بسيط، الزمن البسيط اللي هو بيجي للفعل فعل واحد في الجملة ما بيحتاجش المساعد معاه، يبقى الزمن البسيط هو اللي ما بيحتاجش لإيه؟ الزمن البسيط اللي ما بيحتاجش لفاعل، لا عفوا لفعل مساعد معاه، بيجي للفعل على طول الأساسي بصرفه. تمام، تمام. ما جنفي، أنا لسه بقول أما جنفي إن الجملة أصبحت إن الضمير أصبح جزء من الفعل، الضمير أصبح جزء من الفعل، نعم أنا شاهدته لم اشاهده، نعم شاهدته. يبقى هنا عندي اصبحت جزء منها، يبقوا الاثنين هيتنافوا مع بعض، احطهم بين الني والبا، احطهم بين الني والبا، مفهومه؟ عند النفي ينفى الفعل والضمير بين طرفي، يبقى الاثنين هيبقوا مكانهم فين؟ ما اقولش لا هنفي الفعل بس واللو قبله، قبل الني، لا هتبقى موجوده معاه. جي نو للريجارد با،
لا انا لم اراه او لم اشاهده. واصله دي واصله في الزمن البسيط، بعمل ايه في الزمن البسيط قبل الفعل، وبنفي بنفيهم الاثنين مع بعض. تمام. طب نشوف كده ثاني جزئيه عندي. قال لي قبل المساعد اتر او افوار، قبل المساعد اتر او افوار في الازمنه المركبه، يبقى قبل اتر او قبل افوار في الزمن. قال لي في الزمن المركب اللي هو بيحتاج لايه؟ لمساعد معاه، مثل الماضي المركب والماضي التام. يبقى الاثنين دول بسميهم ازمنه ايه؟ عكس بسيطه هتبقى ازمنه مركبه، زي الباسي كومبوزيه والبلوس كوبارفيه، زي الباسي كومبوزيه والبلوس كوبارفيه، بحتاج فيهم اتر او افوار في زمن المضارع. يبقى هنا هحط برضو الفعل قبله، هحط الضمير قبلهم، هحط الضمير قبلهم مش قبل الفعل. طب ناخد مثال، ناخد مثال. جي سوي ظلي اليكول، جي سوي ظلي اليكول، انا رحت المدرسه. طب قبل ما اشوف الحل برضو نركز كده، اليكول انا عندي حرف الجر اه، على طول دماغي هتروح لفين؟ للوي ولير، صح؟ على طول دماغي اول ما اشوف حرف جر اه تروح للوي ولير. تمام. بس هنا لو لوي ولير لقيتهم عاقل، هشوف اللي بعدهم لقيته عاقل هاخد لوي او لير بحسب ان كانت ايه، جمع او مفرد. بس هنا ما لقيتهاش ايه، ما لقيتهاش عاقل، لقيت هنا غير عاقل، يبقى على طول اروح لايه، للاجريك، على طول اروح للاجريك. يبقى اي حرف جر اروح للاجريك. طب الاجريك مكانها فين؟ قال لي قبل اتر او افوار. مكانها فين؟ قبل اتر او افوار في الازمنه المركبه، يبقى انا هحطها قبل اتر. هو جي اسوي، جي اسوي ظلي، جي اسوي ظلي، يعني انا رحت لها او ذهبت اليها، ذهبت اليها. واضحه دي؟ يبقى في الازمنه المركبه عارف بعمل ايه؟ في الازمنه البسيطه عرفت بعمل ايه؟ عند النفي برضه ينفى الضمير الشخصي والفعل المساعد. زي ما كنت بنفي الزمن المركب، زي ما كنت عندي بنفي الماضي المركب ان انا بنفي المساعد بس، بالظبط برضه هنا هنفي المساعد بس، بس معاه الضمير الشخصي بتاعه. يبقى انا هنفي الفعل المساعد والضمير الشخصي بتاعه. جيني ابا في مون ديفوا، انا ما عملتش، ما عنديش واجب، ما عملتش الواجب. جيني با في مون ديفوا، انا ما عملتش واجب. جيني لي با في، انا ما عملتوش، انا ما عملتوش. جيني لي با في، انا لم افعله. يبقى هنا نفيت هنا المساعد والضمير بتاعي مع بعض، نفيت المساعد والضمير بتاعي مع بعض. يبقى نقول تاني كده، في الازمنه المركبه، في الازمنه البسيطه، في الازمنه البسيطه هيوضع قبل الفعل، هينفع هو الفعل. في الازمنه المركبه اتر او افوار، في الازمنه المركبه مثلا هحطه فين؟ قبل المساعد، وعند النفي ينفع هو والمساعد بين طرفي النفي، يوضع هو والمساعد بين طرفي النفي زي ما انا شفت. قال لي قبل المصدر، قبل المصدر انا قلت برضه ملحوظه كده نكتبها مع بعضنا، ان المصدر مش هيجي لي الا في حالتين، اتنين حالتين بس مش هيجي لي فيهم، مش هيجي لي فيهم المصدر، هيجي لي فيهم مفيش حاله ثالثه. الحاله الاولى بتاعته ان هو هيجي لي بعد فعل مصرف، هيجي لي بعد فعل مصرف. تمام. امال الحاله الثانيه؟ هيجي لي بعد حرف جر. يبقى المصدر بيجي في حالتين اتنين بس، يا بعد حرف جر يا بعد فعل مصرف. تمام. طب هشوفه دلوقتي بعد الفعل المصرف. جوبي بروندر دوتريان، انا سوف اخذ القطار. تمام. انا قلت هنا في مش معناها يذهب، ده زمن الفوتير بروش، ده زمن المستقبل القريب. فيرب الليه زائد المصدر، فيرب الليه في زمن المضارع بيجي لي بمعنى سوف، بيجي لي هنا بمعنى سوف. يبقى هنا جوبي بروندر لوتران، انا سوف اخذ القطار. يبقى هنا اما الاقي مصدر الفعل عندي هحطه قبل المصدر لو فعلين جايين ورا بعض، هحطه قبل المصدر لو فعلين جايين ورا بعض. تمام. نكمل. قال لي بعد الفعل في الامر المثبت، يعني ايه؟ انا مش هيجي لي الفعل في الامر بيجي لي من غير ضمير فاعل، هيجي لي الفعل على طول في تون ديفوار، اعمل واجباتك. يبقى انا هحطه بعده واحط بينهم شرطه كده، احطه بعده، يبقى اي ضمير في الامر يوضع بعده، لكن لو بنفي هرجعه زي ما كان، لو بنفي هرجعه قبله، لو بنفي هرجعه قبله. لو انا نفيت كده الجمله دي هترجع قبلها. واصل النقطه دي ولا لا؟ بالظبط كده. نيلي في با لا تفعله. تمام كده، بالظبط كده. يبقى هنا في الامر المثبت، في الامر المثبت يوضع الضمير بعد الفعل، في الامر المثبت يوضع بعد الفعل، في الامر المنفي يوضع قبل الفعل يسبقه زي ما حضرتك كتبت كده. تمام. قال لي هنا بعد الضمير التاني،
يعني ايه بعد الضمير الثاني؟ مع الفعل ذو ضميرين. انا قلت الفعل ذو ضميرين ده هو الفعل المطبوق ب سو، نقوله تاني كده. الفعل، الفعل ذو ضميرين هو الفعل المسبوق ب سو. يبقى اي فعل مسبوق بسو اللي هي دي بسميه فعل عندي ذو ضميرين، بسميه عندي ذو ضميرين. يبقى هنا اي فعل مسبوق بسو ده بسميه ذو ضميرين، زي فيرب صب اللي هو يسمى او يدعى، زي فيرب صب اللي هو يسمى او يدعى. نشوف كده. طب حد يعرف يصرف لي الفعل ده في زمن المضارع؟ فيرب صب اللي في زمن المضارع، حد فاكر تصريف فيرب صب اللي في زمن المضارع كنت بعمل فيه ايه؟ تمام، نفكر نفسنا كده بسرعه. جي قبل ما اكتب تكون كده، جي طبعا كانت بتبقى تاخد المن، بس لو الفعل عندي بادئ بحرف متحرك هتاخد الا ابوستروف. انا عندي فيرب بالليه مسبوق بابوستروف، بادئ بحرف بويان، بادئ بحرف متحرك احط له ابوستروف واقول بضاعف ال مع كل الضمائر ما عدا النو والبو، بضاعف ال مع كل الضمائر ما عدا النو والبو. يبقى هنا السو دي لها تصريف، الاس او اللي هي كانت هنا اللي انا بقول عليها اللي هي دي، اما بتيجي مع بويان مع فعل بادئ بحرف متحرك تبقى اس ابوستروف، تبقى اس ابوستروف. يبقى هنا اما اجي اصرفها تاخد المي مع الجي، تاخد الت مع التي، تاخد مع الال والال سو اللي هي زي ما هي دي، ومع النو نو، ومع البو بو، ومع الال ابيك اس والال ابيك اس، تاخد سو بترجع زي ما كانت. مفهومه دي؟ تمام. يبقى انا قلت هنا بعد الضمير الثاني، بعد الضمير الثاني في الفعل ذو ضميرين، جيمي سوي اموزي على فيت، جيمي سوي اموزي على فيت، يبقى هنا جيمي يات سوي اموزي بتجيلي بعد الفعل في الفعل ذو ضميرين، بتجيلي بعد الفعل في الفعل ذو ضميرين. وهنا نكون وقفنا عند مكان الضمير، ضمير المفعول. وكده ان شاء الله ناقص شويه ملاحظات كده، ما هي حاجات بسيطة كده ما فيهاش مشاكل، يعني نقولها بسرعة. تتغير صورة الضمير المي والتي في الأمر المثبت فيحول إلى مي أو موا والتي إلى توا. تمام. وعند النفي فتوضع الضمير مي توتي قبل الفعل اللي قلناها. لا يستخدم الضمير، تمام، لا يستخدم الضمير، ما بحطش الإجريك قبل فعل ألي، ما بحطش في زمن المستقبل، يبقى هنا ما بحطوش قبل فيرب ألي، في زمن المستقبل ما بحطش الإجريك قبل ألي. قال لي هنا رقم ثلاثة الأون والإجريك تستلزمان إعادة حرف الإس في الأمر، في الأمر في أفعال المجموعة الأولى. أنا كنت بحذف الأمر في أفعال المجموعة الأولى اللي أون، يبقى هنا رجعت الإس هنا كانت محذوفة. لو حطيت هنا الضمير أنا قلت مكانها أصلا بعد الضمير، يبقى أنا هرجع الإس لمصدرها، وزي فا أو كلاب هتبقى فا يي، فا يي يعني اذهب إليه. يوجد تبعية مع ضمير المفعول المباشر، دي ملحوظة مهمة جدا جدا، يوجد تبعية مع ضمائر المفعول المباشر إذا كان زمن الجملة ماضي مركب، إذا كان زمن الجملة ماضي مركب، أحط له تبعية مع ضمائر المفعول المباشر إذا كان زمن الجملة ماضي مركب. كوسك هنا كنت أسك في مانج لي بوم، قال لي جيليا أم مانجي إيير، أنا أكلتها بالأمس، يبقى هنا حطيت له تبعية، حطيت لها تبعية. يبقى هنا في تبعية، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يبقى هنا في تبعية عندي مع ضمائر المفعول المباشر إذا كان زمن الجملة في الماضي المركب، أحط لها تبعية. ترتيب الضمائر، ترتيب الضمائر أنا أول حاجة عندي رقم واحد، أول ضمير عندي ضمير الفاعل اللي هو الجي والتي والإل والأل والنو والبو، ده بيبقى أول حاجة عندي، أول حاجة عندي في الجملة ده ترتيب الضمائر بحسب الجملة. أول حاجة عندي في الجملة ترتيبها ضمير الفاعل، بعد كده بتاع ذو ضميرين، بعد كده ضمير الفعل ذو ضميرين، بعد كده اللو والله والإلا أبوستروف واللي في الايه في ضمائر المفعول المباشر، في ضمائر المفعول المباشر. يبقى هنا ضمائر المفعول المباشر الاول، يبقى اول حاجه الاحظها ضمير الفاعل، بعد كده ذو ضميرين، بعد كده المباشر، بعد كده ضمير المفعول المباشر، بعد كده ضمير المفعول غير المباشر المسبوق بحرف الجر اللي هو الوي ولير، بعد كده الاجراك، بعد كده اون، بعد كده مواو وتواو وال. مفهومه كده؟ ادي الجدول، بقيه الجدول اهو، بقيه الجدول. يبقى ضمائر المفعول هتبقى اول حاجه عندي، ضمائر المفعول توضع في اول الجمله، بعد كده عندي ضمائر الفعل ذو ضميرين اللي انا لسه بتكلم عنه دلوقتي اللي هو الفعل المسبوق بسو، الفعل المسبوق بسو. تمام. رقم ثلاثة عندي اللو والله والالا ابوستروف، نحاول نشبكهم كده الجدول مع بعضه، معلش ده في صفحه وده في صفحه.
اللو مع اللا مع الالا بصروف مع اللي، دي ضمائر رقم ثلاثة عندي، ضمائر المفعول المباشر المطبوق بايه بقى؟ قال لي هنا بنكره، نراجع مع بعض كده عفوا، بمعرفه او صفه اشاره او صفه ملكيه، تمام. رقم اربعه عندي بويولير اللي هي بتاعت انهم المفعول المباشر، المفعول الغير مباشر المضروب بحرف الجر اه. خمسه الاجريك بتاعت المفعول، بتاعت المفعول الغير مباشر، المفعول الغير مباشر المضبوط باي حرف جر، بس الشرط عندي ان هو يكون غير عاقل. عندي بعد كده اون باشكالها، عندي بعد كده مواو وطواو والويو ال والنو والبو والايو اكس وال ابيك اس. دي ترتيب الضمائر. يعني ايه ترتيب الضمائر؟ يعني ما ينفعش واحد يسبق الثاني. مسبوق بدو بس اون يعني تو اون اه تمام اه. المسبوق هنا هيبقى المسبوق هنا هنا الغير مباشر، هنا في الغير مباشر يبقى هنا بعد حروف الجر الثابته، بعد حروف الجر الثابته. وصلت كده؟ طب نشوف مثال كده عندي. جو قال هنا جي دوني لتر اه احمد اه لابوست. جي دوني جي دوني لتر اه احمد اه لابوست. انا اعطيت الخطابات لاحمد يودهم البوست. انا اعطيت الخطابات لاحمد يودهم لي البوسطه. هنا طالب مني ان انا اشيل لي لتر واه احمد واه لابوست، تمام. يبقى هنا عندي المفعول ده، المفعول ده كله. اما اجي احل جمله زي دي في الامتحان هتشوف الضمائر هتترتب ازاي. اما اجي اشيلها يبقى هنا جي لي لوي، انا اديتها له يا دوني يوديها لها يعطيها لها، يبقى كل ده قبل الفعل اهو، قبل الفعل، قبل الفعل. مفهومه الجمله دي؟ يبقى هنا جي لي انا حطيت اللي اللي هي بتاعت الليتر اللي هي بتاعت الخطابات، لانها عندي هحطها في اول الجمله، لانها عندي هنا مفعول غير مباشر، مفعول قصدي مباشر، مفعول مباشر على طول، وبعد كده الغير مباشر اه احمد هتبقى لوي، اه احمد هتبقى لوي، الا بص هتبقى اجريك. يبقى انا هنا عندي الجملتين دول، عندي حرف جر هنا اه، وعندي حرف جر هنا اه، بس هنا عاقل وهنا غير عاقل. العاقل هختار لوي او لير ان كان مفرد او جمع، وهنا بص لاجريك على طول لانها مكان، لانها مكان. يبقى هنا جي لي لوي يا دوني انا اديتها له يوديها لها، انا اديتهم له يوديها لها، يودهم للبوسطه يعني. يبقى هنا اختصار الجمله دي كلها اصبح بضمائر المفعول بالشكل ده. يبقى ضمائر المفعول عندي بتبسط لي الجمله وبتخليها لي بشكل اجمل، تخلي لي الجمله بشكل اجمل واسهل في النطق. وصلت كده؟ وصلت كده ضمائر المفعول؟ كده ان شاء الله نكون خلصنا درس ضمائر المفعول. ان شاء الله هندخل على الدرس ليسون تيس او الدرس السادس من دروس اللغه، من الدروس المقرره عليكم ان شاء الله هناخده يوم الثلاث الجاي ان شاء الله. ندخل على الدرس رقم 6 من دروس المنهج بتاع ثالثه ثانوي. الدرس السادس هندخل عليه ان شاء الله، نتكلم عنه ونشرحه، وبعد كده نشوف الجرامير بتاعنا اللي هنتكلم عليه. اتمنى تكونوا استفدتم من الشرح، ولو في اي حاجه حابين تسالوا عنها انا موجود تحت امركم. في اي مشكله في اللي فات، في اي حاجه بضمائر المفعول، العفو. تمام، اتمنى تكونوا استفدتم. ان شاء الله باقي المحاضرات موجوده على موقع ملتقى الدارين، لو حابين ترجعوا لها في اي وقت، لو في اي حاجه مش واضحه، اي معلومه حابين توصلوا لها انا موجود تحت امركم كل حد وثلاث الساعه 1 بتوقيت القاهره. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.